الفقرة الأخيرة هنتكلم فيها وهنواصل بقى كلامنا عن مستجدات الكرة المحلية والعالمية، كلام كتير جدا هنحكي فيه. خلينا نرحب في البداية بضيفنا العزيز الأستاذ محسن لموم الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الفل. أهلا بيك. منورنا أستاذ محسن، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ الحمد لله بتحبي. خير الحمد لله. الحمد لله. طبعا عندنا حاجات كتير هنتكلم معاك عنها، وتعالى نخلي كلامنا يبقى انطلاقا من الماتشين، ماتش النادي الأهلي مع المصري وسان جورج الاثيوبي، وطبقا لمشاهدتك ورؤيتك للماتشين عايزين نعرف بقى ايه انطباعاتك. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، كان مهم جدا للنادي الاهلي الفوز في المباريات، مش بس الفوز، الفوز والاداء والنتيجه الكبيره لسبب بسيط جدا. انت في بدايه الموسم خسرت بطوله اللي هي كانت السوبر افريقي طبعا قدام اتحاد العاصمه، الاداء ما عجبش الناس، اللعيبه يعني كان في شويه انتقادات شويه، لكن كان بعديها على طول، يمكن كانت المباراه دي الجمعه، بعديها على طول يوم الاثنين على ما اعتقد او الثلاث كانت ماتش المصري اول ماتش في الدوري، فكان كويس ان الاهلي يبدا بالشكل ده. كمان مش بس الفوز الكبير في الدوري بالرباعيه باداء عالي جدا واللعيبه الجداد زي مثلا رضا سليم وكده، لكن او امام عاشور، لكن كمان البطوله الافريقيه لما بدا فيها اللي كان فيها بعض الغيابات اللي زي مودست مش موجود، زي رضا سليم، زي بقيه اللعيبه الموقوفه واللي غايبه، حته التدوير اللي بيعمله مارسيل كولر كان مهم جدا. لان طبعا خلينا نتكلم بكل صراحه، المقارنه ما بين الاهلي وسان جورج بعيده تماما، لصالح الاهلي كلها بكل المقاييس وفي كل المراحل، طبعا منافس متواضع تماما، فمش بس الفوز الكبير ده شيء متوقع، لكن عمليه التدوير كانت مهمه جدا عشان الموسم اللي بدا ده هو الموسم الاصعب للنادي الاهلي طوال تاريخه حتى هذه اللحظه، فعشان كده الجمهور الاهلي اطمن اكتر على الفرقه، مش النتيجه، مش النتيجه اكتر. الاهلي طبعا مرشح انه يتاهل ويفوز بكل سهوله لدور المجموعات، لكن عمليه التدوير كانت اهم ما يميز الفريق في المباراتين دول.